انضم إلينا مراسلة الغد نيفين سليمة. نيفين، بعد مغادرة الوفد الأمني المصري غزة، هل من تسريبات ومعلومات حول لقائه مع الفصائل الفلسطينية؟ نعم يارا، يعني قبل قليل غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة نحو تل أبيب حاملا ردود فعل حماس والفصائل الفلسطينية على المطالب الإسرائيلية بخصوص تثبيت وقف إطلاق النار، و يعني كانت حسب التسريبات والمصادر التي تحدثت لنا أن الوفد الأمني المصري يوم أمس خلال لقاءاته مع حركة حماس والفصائل كانت الحوارات تجري حول عدد من التسهيلات الإسرائيلية. هذه الرزم من التسهيلات يعني اشترطت إسرائيل عليها عدد من الشروط حتى يتم تنفيذها. المصادر تحدثت أن هذه التسهيلات تشمل حلا لأزمة الكهرباء عبر خط 101 وتوسيع مساحة الصيد لاثني عشر ميلا وإنشاء مشروعات اقتصادية وتشغيل المنطقة الصناعية إيرز وأيضا تشغيل البطالة المؤقتة للشباب، إدخال الأموال لحركة حماس وترتفع نسبها من 15 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، إضافة إلى أموال أخرى من قبل المجتمع الدولي لإقامة مشاريع حيوية تقدر بأكثر من 600 مليون دولار سيتم إدخال إلى القطاع لو وافقت الفصائل على الشروط الإسرائيلية. هذه الشروط الإسرائيلية تتمثل بوقف الإرباك الليلي على الحدود وهو التابع لمسيرات العودة وإلغاء المسير البحري وأيضا منع أو وقف إطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة مقابل أن يتم تنفيذ التسهيلات الإسرائيلية لقطاع غزة. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي لا من الفصائل ولا من حركة حماس هل فعليا وافقت الفصائل على هذه الشروط الإسرائيلية، لكن بعض التسريبات تقول أن الفصائل وافقت على 80% من هذه الشروط. لكن يبدو أن حسب ما تحدثت لنا الفصائل أن الطلب الإسرائيلي بإيقاف مسيرات العودة بشكل كلي هو طلب حتما مرفوض ولن يتم إيقافها إلا بكسر كامل للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، لكن ثمن إيقاف البالونات الحارقة ووحدات الإرباك الليلي أعمالها على الحدود مقابل هذه التسهيلات يمكن أن يتم الحديث به. بعد أن ينقل الوفد الأمني المصري رسائل الفصائل إلى الجانب الإسرائيلي ويعود بها إلى غزة، متوقع أن يعود خلال ساعات المساء، سنرى ماذا يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي. يعني الوفد الأمني ما زال يحاول إحياء تفاهمات التهدئة الأخيرة التي تنصلت إسرائيل منها، ويحاول اليوم تجنيب أيضا قطاع غزة حرب موسعة وتصعيد عسكري كبير، خاصة في ظل تحضير الفلسطينيين لمليونية العودة يوم السبت القادم، في ظل الحشودات الإسرائيلية الضخمة والكبيرة جدا والتي نراها لأول مرة منذ انتهاء الحرب عام 2014 على الحدود. وبالتالي نعم ننتظر نيفين. ماذا سيحمل الوفد المصري من الجانب الإسرائيلي. نعم، أشكرك يا جزيلا من غزة مراسلة الغد نيفين إسليم.